بسبب الأمطار والفيضانات أصبحت قريتهم جزيرة يذهبون إليها بواسطة القوارب قرية القادرية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين عزلتها المياه عن باقي مناطق القضاء الأمر الذي أجبر سكانها على إخراج النساء والأطفال إلى مناطق أخرى لضمان سلامتهم بعد توقف شبه تام للحياة في القرية احنا منطقة القادرية غرقانين صارنا فوق العشرة أيام من نروح بالزوارع تقريبا ساعة الا ربع يلا اصل بيتي، اشياء بالكبار ما تصل، النساء يعني بزعة الظاهر رايحين وجايين. زحمة, زحمة علينا زحمة علينا الظال نودي ونجيب، طلعنا خففنا العوائل، بس الماء صار له فوق العشرة ايام مستقر ما تعينزل يصعد ما ينزل. سكان القرية اكدوا تضرر منازلهم واراضيهم الزراعية وتلف محاصيلهم، فضلا عن غرق احواض السمك التي يقتات اغلب المواطنين في القرية عليها. وطالبوا الحكومة بتعويض عاجل لهم أن طالب عندنا البيوت مالتنا طبيها الماء قسم من عندها والما طبيها الماء فترة فترة من الماء الطعين مالها تصعد عليها الطعين وفترة فنطالب تعويضات من الجهات المعنية تعاوننا وتساعدنا بالتعويضات ونطالب الحقول مال السمك راحت نطالب باقي التعويضات إلها وعندنا الزرع تضرر نطالب تعويضات إلها تضرر الأراضي الزراعية وأحواض السمك في قرية القادرية أثر على الحياة الاقتصادية للمواطنين بسبب اعتمادهم الكلي على الزراعة وما يحصلون عليه منها، فضلاً عن سوء أوضاعهم المادية التي لا تمكنهم من مغادرة منازلهم. ناس فقراء والله بيهم بهم الخير مالهم ما عنده مثل ما أقول ألف دينار. لأن شنو ناس صار صار عشر أيام الفيض علينا 10 أيام صار وقعد العالم على طالب الطالب والحد الآن الفيض ماجي ومستمر. ولا عندنا امكانيه نطلع ونقول مثل ما نقول هسه كل من قال حالتهم محدوده الناس مع حالتهم محدوده جميع مظاهر الحياه البسيطه في القريه توقفت فلا عمل ولا مدارس ولا حركه تذكر فضلا عن انعدام المواد الغذائيه وانقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب غرقت البيوت وانقطاع تام من ماء من كهرباء من مواد غذائيه يعني ماده تصل البيوت والبيوت يعني اكثرها غرقت طمست راح حلالها يعني الرحل احواض الاسماك مالتها راحت انقطاع تام بالماء، بالكهرباء، بالمدارس، يعني كل مستلزمات الحياه شبه معدومه في منطقه القادريه. وعلى الرغم من توقف الحياه في القريه التي لم تكن اولى مناطق العراق التي تعاني من السيول والفيضانات، الا ان الغريب انه لم يسمع اي صوت حكومي لمساعده السكان. يبقى الاهمال الحكومي مهيمنا كعادته على المشهد في البلاد.